التحليلية من الميادين، شهداء وجرحى واشتباكات شبه يومية في الضفة الغربية، ما التبعات؟ غليان ومقاومة شعبية في الضفة أمام اعتداءات متصاعدة، أي قلق للاحتلال من تكرار مشهد الانتفاضة؟ النفير إلى أوكرانيا، سوق ارتزاق جديدة لزعيم هيئة تحرير الشام. الخوف من حملات التجنيد أسهم في تراجع الاحتجاجات ضد الجولاني. هل عزز زعيم هيئة تحرير الشام هيمنته أكثر على إدلب؟ وفي وثيقة اليوم، الوقت هو التهديد الأكبر الذي تواجهه إسرائيل وفق صحيفة ذي هيل الأمريكية. كيف تتصاعد موجة عدم التعاطف مع تل أبيب في الغرب؟ وأي أصداء لها خصوصا لدى الجيل زد؟ وما الأسباب؟ وفي قضية اليوم، القوة الأمريكية تتداعى بعدما بدأت الولايات المتحدة تفقد المعرفة وفق فورين أفيرز. كيف باتت الموارد المعرفية تتحكم بالنتائج الجيوسياسية؟ وأي علاقة لسيطرة القطاع الخاص على التكنولوجيات بقوة الأمم؟ يصعد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة الغربية، ويواصل شن اقتحامات وحملات اعتقال في مختلف المدن والقرى في ظل تحذير أجهزة الأمن الإسرائيلية من انتفاضة جديدة على وقع تحولات في عمليات المقاومة التي أصبحت أكثر تنظيما ودقة. اقتحامات واسعة شنتها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية بحجة اعتقال مقاومين فلسطينيين. ففيما شيعت مدينة دورة جنوبا الشهيد محمود الحروب، تصدت طوباس وطمون شمال شرق الضفة لاقتحام قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة والرصاص. الحال نفسها شهدتها مدينة نابلس التي اشتبك مقاوموها مع جنود الاحتلال في مخيمي العين وبلاطة. كما تصدى المقاومون لقوات الاحتلال في جبع جنوب جنين وقرى شرق القلقيلية وسط حملات دهم واسعة، بحثا عن منفذ عملية كادوميم التي قتل فيها مستوطن الأحد الماضي. كل ذلك يندرج في إطار الحرب الشاملة، وأيضا هذه الجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام عجز مجتمع دولي يتطلب الضغط على الاحتلال لوقف هذه الحرب المستمرة منذ 11 شهرا ويمعن في مواصلة هذه الجرائم، معتقد أنه يمكن أن يصفي القضية الفلسطينية ويجلب حقوق الشعب الفلسطيني. تصعيد متسارع تشهده الضفة الغربية تغذيه عمليات الاعتقال والاغتيال ومصادرة الأرض، بالإضافة إلى حرب الإبادة في غزة، وبات يهدد بانتفاضة جديدة وسط تحولات في عمليات المقاومة لتصبح أكثر تنظيما ودقة، وهو ما حذرت منه أجهزة الأمن الإسرائيلية. خلال الفترة الأخيرة شهدنا تطور عناصر جديدة في المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ربما يكون أبرزها هو العمل المنظم، إذ أن دخول الفصائل وخاصة الفصائل الوازنة في على خط المقاومة المنظمة يعني تزويد هذه المقاومة وخاصة الشباب المقاومين بمزيد من الخبرات، مزيد من الإمكانات، مزيد من الموارد، تعزيز قدرتهم على التخطيط والانتقال إلى مراحل جديدة من نوع عمليات التفجير في أراضي عام 48. قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت منذ معركة طوفان الأقصى أكثر من 10,200 فلسطيني من الضفة والقدس، كما نفذت عشرات الضربات بمسيرات استهدفت فيها مقاومين بعمليات اغتيال لتقليل خسائرها بسبب العبوات محلية الصنع التي تزرع في شوارع المدن والمخيمات. اقتحامات إسرائيل المتكررة واليومية لمدن الضفة الغربية بحسب مراقبين هي استعراض للقوة ورسالة بأن السيطرة على الأرض لها وحدها. نسرين سلمي، رام الله، الميادين. في هذا الملف والملف الذي يليه معنا نسرين سلمي مراسلة الميادين من رام الله، ومعنا مديرة مكتب دمشق ديما ناصيف. أهلا بكما. أبدأ معك نسرين، كيف يبدو المشهد في الضفة الآن؟
أهلا فتون وأهلا لكل المشاهدين. المشهد في الضفة الغربية متوتر جدا، هناك حالة من الغليان كما أشرت في التقرير تعززها عمليات الاعتقال والاقتحامات المتكررة. هذه الاقتحامات لا تتوقف، سواء ليلا أو نهارا في كل دقيقة يكون هناك أنباء عن اقتحامات إسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية. لم يعد هناك تصنيف ألف وباء وجيم بحسب اتفاقات أوسلو. إسرائيل باتت تدخل إلى كل المدن الفلسطينية في الوقت الذي تريد وتعتقل، سواء من جانب مقرات الرئاسة، جانب المقرات الأمنية الفلسطينية، تدخل وتعتقل وتخرج وتنفذ عمليات اغتيال بعدما أعطيت من وزير جيشها جالانت الضوء الأخضر للعودة لاستخدام الاغتيال من الجو للتخفيف من خسائر الجيش بسبب العبوات محلية الصنع وبسبب أيضا الاشتباكات العنيفة التي يخوضها المقاومون الفلسطينيون في المدن أثناء اقتحامها. في المقابل المقاومة الفلسطينية تتصاعد، لأنه يعني كل يوم هناك اعتقال، كل يوم هناك اغتيال، كل يوم هناك قصص تروى عما يجري من حرب الإبادة في قطاع غزة، وبالتالي حالة الغضب تتعزز، حالة الغليان تتعزز، وبالتالي الشبان الفلسطينيون باتوا أكثر حرقة على ما يجري، فهم يريدوا أن يحاولوا أن يصدوا جزء من هذه الاعتداءات من خلال تنفيذ عمليات نوعية مثل ما جرى في المطلة مثلا، أو عمليات تفجير الآليات المقتحمة للمدن الفلسطينية، أو العملية الاستشهادية التي نفذت أو كانت على وشك أن تنفذ في تل أبيب. هذا أيضا يدل على أن هناك حالة من التصاعد في المقاومة الشعبية، هناك حالة من التنظيم، هناك توجه للإعلان من قبل فصائل المقاومة عن هذه العمليات. في السابق لم تكن فصائل المقاومة تعلن عن عملياتها التي تستهدف الاحتلال، اليوم عادت لتعلن عنها، وكأنها رسالة أيضا للاحتلال إذا ما استمرت حرب الإبادة في غزة فإن الضفة أيضا ستشتعل. وعلى وقع هذا التصعيد في الضفة ديما، ما هو المتوقع في الارتدادات على المفاوضات؟ يعني واضح بأن إسرائيل لا تقرأ المشهد وهذا الاحتقان الذي يجري في الأراضي المحتلة في الداخل، وكل هذا التصعيد لجهة سواء يعني عودة العمليات الاستشهادية بهذه الطريقة، وأيضا المقاومة التي يعني تحاول أن ترفض المقاومة في غزة وهي في أراضي الضفة الغربية وغيرها من الأراضي. واضح بأن إسرائيل لا تستطيع أن تقرأ المشهد بمستوى التصعيد الذي وصل إليه، وخاصة مع هذا الغضب الشعبي الذي يعني يجتاح هذه المناطق. من دون شك أن ذلك يعني قد تقرأه، قد سيرتد على المفاوضات بشكل أو بآخر، لأنه أيضا يعني المفاوضات لا تريد لها المقاومة أن تكون فقط بما يتعلق بغزة بقدر ما يكون متعلقا بكامل الأراضي الفلسطينية، وأن يكون هناك حلا كاملا على عموم هذه الأراضي من أجل أن يكون هناك ضمانة بأن لا تعود إسرائيل إلى اعتداءاتها سواء في الضفة الغربية أو عدوانها على غزة. وبالتالي هذا أيضا أوراق تحاول أن تراكمها المقاومة لجهة العمليات الاستشهادية، أو حتى لشكل المقاومة التي يقوم بها شبان المقاومة في الضفة الغربية وغيرها من الأراضي في الداخل، وأيضا من أجل أن يكون هناك ربما بما يشبه جبهة إسناد أيضا إلى جانب جبهات الإسناد الأخرى، لكي يكون هناك أوراق في يد المقاومة وليس فقط التصعيد الذي تحاول أن تقوم به إسرائيل للضغط وأيضا لقمع هذه المقاومة حيثما كانت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نسرين، إسرائيل إذن تتخوف من انتفاضة مسلحة جديدة في الضفة الغربية، لكن هل هي قادرة على منعها بالرغم من كل ما تقوم به من إجرام في الضفة؟ إسرائيل حاولت منذ العام 2002 أن تمنع العمليات الاستشهادية، حاولت أن تمنع الانتفاضة المسلحة أيضا بالعام 2002، أقامت الجدار العازل، طبعا الحجة هي منع العمليات لكن بالأساس كان مصادرة الأرض، ثم أقامت الحواجز العسكرية ووضعت عليها الكاميرات، كاميرات المراقبة والكاميرات الحرارية، ووضعت أيضا بالإضافة إلى شبكة كبيرة من عملائها الذين دستهم في المدن والقرى الفلسطينية لمنع خروج المقاومين الفلسطينيين
من مدن الضفة. أيضا التصاريح أصبحت تصاريح إلكترونية، ما العامل الذي يريد أن يذهب للعمل في الداخل المحتل عليه أن يقدم بصمته وأن يقدم هويته وأن يقدم نموذجا لتاريخ عائلته بحيث لا يكون أحد أسير ولا يكون أحد جريح من جرحى الانتفاضة. كذلك قامت بمحاولات كسر الحاضنة الشعبية للفلسطينيين من خلال استهداف من يأوون المقاومين بهدم منازلهم أو الاعتقال أو الغرامات المالية أو غيرها من العقوبات. كل هذه الوسائل لم تنجح في منع المقاومين الفلسطينيين من تنفيذ عمليات. ربما اليوم نعود للحديث عن العمليات التفجيرية والاستشهادية، لكن في السابق خلال السنوات الماضية كان هناك وصول لمقاومين فلسطينيين إلى تل أبيب، إلى حيفا، إلى غيرها من المدن في الداخل المحتل، وتنفيذ عمليات طعن، ربما عمليات إطلاق نار، عمليات بوضع عبوات صغيرة ربما في بعض الأماكن في مدينة القدس وفي مدينة تل أبيب، لكن العمليات لم تتوقف. نعم. سواء بفعل الجدار الفاصل أو الحواجز العسكرية، وبالتالي هناك تخوف جدي لدى الأجهزة الأمنية العسكرية الإسرائيلية من أنه يكون هناك انتفاضة جديدة مثل التي كانت في العام 2002. نعم. مأخوذ معها التطور الذي حصل للمقاومة الفلسطينية. طيب الآن إلى ملفنا الثاني، حيث يستمر زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في الاستثمار بسوق الارتزاق الذي ترسخ في إدلب، حيث وفر له مسارا لضرب الفصائل المسلحة وعزز هيمنته أكثر فأكثر على المحافظة وعلى قرارها. أنا أم خالد من إدلب. في هذا الفيديو تظهر امرأة من إدلب تقول إن ابنها المعتقل في سجون الجولاني اتصل بها من أوكرانيا بعد أن أخرج من سجون الجولاني مع آخرين وإجبارهم على القتال هناك، وتطلب المساعدة لإعادته بحسب ما تقول. هاي التحرير الشام عم تاخذ شباب كلها على السجون، ومن السجون عم تاخذهم على أوكرانيا، وأنا ابني له 6 أشهر أخذينه والعبيرو على أوكرانيا ما بيرجع. يعيد الفيديو صوغ الصورة التي ابتعدت قليلا عن التداول. إدلب لا تزال خزان الجولاني لسوق الارتزاق، وإرسال معتقلين إلى جبهات القتال الإقليمية مستمر، ويبدو أنه بات موردا أساسيا يدر أموالا تعوض تراجع عائدات المعابر والدعم المالي. عبد الحكيم الشيشاني قائد جماعة أجناد القوقاز كان أول الواصلين إلى أوكرانيا من إدلب قبل أكثر من عام برفقة 70 من عناصر الجماعة بعد إجبار الجولاني لهم على الذهاب للقتال في أوكرانيا كوجهة وحيدة. ظهر في تسجيلات مصورة عديدة ومقابلات تلفزيونية تؤكد وصوله إلى جبهات المواجهة هناك، لتبدأ بعدها حملات تجنيد موسعة لمعتقلي الجولاني في إدلب من أجل زجهم في المحرقة الأوكرانية. نجح الجولاني عبر سلاح التجنيد إلى أوكرانيا وقبلها ليبيا وأفغانستان وأذربيجان والنيجر في كسب دعم خارجي مادي وسياسي، وتمكن من استخدامه ورقة ضد معارضيه مع عودة الزخم إلى حملات التجنيد مجددا، وربما هذا أحد الأسباب التي تفسر تراجع نقاط الاحتجاجات التي كانت تخرج بالآلاف يوميا في ساحات إدلب، خوفا من مصير مشابه ربما لمصير الكثيرين من المعتقلين الذين أرسلوا إلى جبهات أوكرانيا، حيث عادت هذه الجبهات إلى الاحتدام والتصاعد. يتوسع الجولاني في الاستثمار بسوق الارتزاق الذي تكرس في إدلب، وهي أجندة وفرت له مسارا للخلاص من مناوئيه ولضرب الفصائل المسلحة في مقتل بإرسال مسلحيها إلى جبهات القتال خارج سوريا، وليعزز هيمنته أكثر التي لم تتمكن لا الاحتجاجات السلمية ولا المواجهات المسلحة من إضعافها. ديما نصيف، دمشق، الميادين. إذن ديما سنقف أكثر عند النقاط التي وردت في تقريرك. أوكرانيا بطبيعة الحال ليست الوجهة الأولى التي يرسل إليها الجولاني مرتزقة من عنده. كيف يستفيد الجولاني من كل ذلك؟ يعني يستفيد بشكل كبير. طبعا كما قلت أوكرانيا ليست الوجهة الوحيدة، كان هناك وجهات يعني أخرى. تمكن الجولاني من تجنيد مسلحين من إدلب، يعني هو اعتمد على الفصائل الأخرى وعلى المعتقلين الذين يقوم باعتقالهم بعد أن يقوم بحملات تفتيش تحت ذرائع مختلفة، سواء كانت الذرائع بأنهم يحاولون أن يعني أن يعملوا كمعارضين له، أو أنهم يخططون
بأمر ما، أو يعني بمطلق الأحوال الجولاني لا يحتاج إلى ذرائع لكي يقوم بهذه الحملات وبدك السجون وباعتقال كل هذه الأعداد من الشبان؟ حتى من يخرج في التظاهرات كان هناك من يعتقل ومن يودع في السجون، وبالتالي الجولاني يستفيد أولا بأنه يعني يستثمر في هذا السوق، وهو سوق واضح بأنه يدر عليه أموال، وإلا لما تكرس بهذا الشكل بإدلب، وأيضا واضح بأنها تحولت إلى بؤرة يعني بشكل أساسي تحت الطلب كما يقال. عندما يكون هناك جبهة تحتاج إلى مرتزقة، واضح بأن هناك العديد من الفصائل المسلحة التي استطاع الجولاني إما أن يقوم بتصفية قياداتها أو يقوم بضربها بشكل أساسي كي تضعف بهذا الشكل، أو حتى بيعتقل مسلحيها، وبالتالي هؤلاء هم خزان هذا السوق ويرسل بهم إلى هذه الجبهات. نعم. يستثمر أيضا بأنه يضرب هذه المجموعات المسلحة، لأن المجموعات المسلحة عندما تخسر هذا العدد الكبير من المسلحين لا شك بأنها ستضعف ولن تشكل قوة لا لمواجهة الجولاني ولا لكي تستطيع أن تقوم بالتحالف فيما بينها كما كان يحدث قبل سنوات عندما تتحالف هذه الفصائل في مواجهة الجولاني من أجل الضغط عليه أو من أجل منعه من الاستمرار بالتفرد بالقرار بإدلب، سواء العسكري أو حتى السياسي أو حتى الاقتصادي. ولكن اليوم واضح بأن اليد العليا باتت للجولاني بشكل مطلق، وهذا ما شهدناه يعني حتى في تراجع الاحتجاجات التي كان زخمها كبير جدا في الفترة السابقة، لدرجة أن هناك من ذهب إلى أنه ستستطيع هذه المظاهرات من إسقاط الجولاني، ولكن واضح بأنه استطاع أن يقلب المعادلة لصالحه بهذا الشكل. طيب نسيم، ماذا عن الدعم المتبادل ما بين إسرائيل وأوكرانيا؟ طبعا العلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا هي علاقات تاريخية واقتصادية واجتماعية وسياسية قديمة وكبيرة. هناك أكثر من 300 ألف أوكراني يحملون الجنسية الإسرائيلية وهم مواطنين في إسرائيل، وبعضهم طبعا جزء من الجيش الإسرائيلي. إسرائيل منذ الحرب الروسية الأوكرانية عرضت مساعدات أو قدمت مساعدات لأوكرانيا، مساعدات هي تقول أنها إنسانية ودبلوماسية، فيما طالبت أوكرانيا إسرائيل بمزيد من الدعم خصوصا في المجال الدفاعي. وفي المقابل أوكرانيا كانت من أوائل الدول التي دانت معركة طوفان الأقصى وأعربت عن تضامنها مع إسرائيل، وكانت في وقت سابق طلبت إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن تحضر إلى إسرائيل للإعراب عن تضامنها مع ضد ما يحدث في معركة طوفان الأقصى. كذلك قدمت اقتراحا للمساعدة في موضوع الطائرات المسيرة، قالت لإسرائيل أنها مستعدة لمساعدتهم في مواجهة هذه الطائرات القادمة تحديدا في منطقة الشمال من قبل حزب الله، وأبدت استعدادها للمساعدة في هذا الموضوع، وتطالب أيضا بأن يكون لها دور في المساعدة أيضا في الحرب ضد حركة حماس. هناك طبعا الحديث يدور عن وجود مرتزقة من جنسيات مختلفة تشارك في الحرب الإسرائيلية، حرب الإبادة على قطاع غزة، ويعتقد أن جزء من هؤلاء المرتزقة هم أصلا من الأوكراني. في المقابل روسيا نفسها قالت أن هناك مرتزقة إسرائيليين كانوا يحاربوا إلى جانب الجيش الأوكراني في الحرب الروسية الأوكرانية. نعم. طيب ديما، ما هو مصير هذه المجموعات التي يتلاعب بها الجولاني لمصلحته بهذه الطريقة، وكيف يمكن أن يكون المشهد مستقبلا بما يخصهم؟ يعني لا شك بداية بأن الجولاني من خلال عمليات التجنيد أو إجبار هذه المجموعات كما حدث مع أجند القوقاز وعبد الحكيم الشيشاني، أنه اعتمد بشكل أساسي على المجموعات التي تأتي مما يسمى بالاتحاد الروسي، بمعنى المجموعات الأوزبكية أو الشيشانية أو القوقازية إلى ما هنالك، وبالتالي هذه تملك عداء تاريخي مع روسيا، وأن تذهب إلى أوكرانيا ربما يؤمن لها فرصة لتقاتل كما تعتقد بأنه عدوها التاريخي وهو الجيش الروسي. وبالتالي هو اعتمد على هذه الأمور، وخاصة أن هذه المجموعات هي الأكثر قدرة على القتال والأشد بأسا ضمن المجموعات القاعدية أو الأجنبية التي تتواجد في إدلب. أما بما يتعلق اليوم وكما يكشف هذا الفيديو الذي تناوله التقرير، واضح بأنه بات أيضا يعتمد على المجموعات المحلية، أو على الأقل أن يرسل أشخاص محليين
عسكريين تابعين لفصائل مسلحة أخرى، وبالتالي يذهب بهم عنوة وبالإجبار إلى هذه الجبهات. في بداية التجنيد فتون كان هذا سوقا مزدهرا، وكانت المجموعات تذهب هي لكي تتطوع لكي تذهب إلى جبهات القتال، لأنه كان يدفع مبالغ كبيرة جدا لكل مسلح يذهب سواء في ليبيا، في أفغانستان، في أذربيجان كما شاهدنا في وقت سابق. لكن اليوم واضح بأن كل مردود هذا الأمر يذهب إلى الجولاني وخزائن الجولاني، وبالتالي هذا سيؤثر بشكل كبير على وضع الفصائل المسلحة في إدلب. لن يبقى هناك فصيلا يتمتع بقوة حاضرة في هذا المكان، وسيبقى يعني القرار بشكل أساسي للجولاني، وهذا ما يطمح إليه الجولاني ويستعد له منذ سنوات، أن يبقى طرفا وحيدا سواء في جهة للقتال والمواجهة إذا كان هناك أمر يستدعي هذا الأمر، أو حتى إذا كانت هناك تسويات سياسية مقبلة قد يكون هو أو يطمح أن يكون هو طرفا فيها. شكرا لكم ديما نصيف ونسرين سلمي. أما الآن فإلى فقرة وثيقة اليوم. في وثيقة اليوم، صحيفة ذهل تقول إن التهديد الأعظم الذي تواجهه إسرائيل هو الوقت، وتضيف أن الجيل زد أي مواليد الفئة العمرية ما بين منتصف تسعينيات القرن الماضي ومنتصف العقد الأول من الألفية الجديدة أصبح غير متعاطف على نحو متزايد مع موقفها. بحسب الصحيفة فإن حملات المقاطعة تستمر ضد إسرائيل في اكتساب الزخم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. تستند الصحيفة في استنتاجها هذا إلى استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، كاشفة أن أكثر من ثلث الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 أو 30 عاما أيدوا هجوم 7 أكتوبر، فيما أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر كانوا أكثر دعما للتسليح الأمريكي لإسرائيل لاستكمال عدوانها على قطاع غزة ب4 مرات مقارنة بالجيل الأصغر سنا. وتضيف الصحيفة أن إسرائيل اليوم تعيش في مياه سياسية غير معروفة، إذ ينظر الأمريكيون الأصغر سنا إلى إسرائيل من خلال عدسة العدالة الاجتماعية وفي إطار واسع النطاق من القمع والظلم. وبحسب الصحيفة فإنه من الصعب التشكيك في الدور الذي تؤديه وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج العداء لإسرائيل بين الأمريكيين الأصغر سنا والأكثر عرضة للتأثر. إذن محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والأقليمية ناصر اللحام ينضم إلينا في فقرة وثيقة اليوم، يخبرنا أكثر عن تأثير كل ذلك، ما تتحدث عنه فورن أفيرز فعليا، كيف يمكن أن يؤثر على التوجه في ذهل، التوجه في موضوع القضية الفلسطينية مستقبلا؟ تحياتي فتون. أولا لابد أن نؤكد بأن إسرائيل انهارت إعلاميا مع بداية الحرب، حلت وزارة الإعلام واعتمدت اعتمادا كاملا على الإعلام الأمريكي 100% على الإعلام الأمريكي. الإعلام الإسرائيلي سقط وقالوا لا نعترف بالأمم المتحدة وأرادوا أن ينسحبوا منها لولا الإدارة الأمريكية، فكان انهيارا إعلاميا وأخلاقيا مع بعضهم البعض. ثم ذهبوا أبعد من ذلك أن قالوا في التلفزيون الإسرائيلي أنه كيربي هو الناطق بلسان حكومة نتنياهو وأنه أفضل من وزراء حكومة نتنياهو في مخاطبة العالم، لكن الإعلام الأمريكي فوجئ بأنه الجامعة الأمريكية أول من تظاهر وأن اليهود الأمريكيين يقودون هذه التظاهر، أن نتنياهو أمام الكونغرس اتهمهم بأنهم يعملون لصالح إيران، ما اعتذر عنه قال من أعضاء الحزبين الحاكمين في أمريكا. الإعلام الأمريكي يواجه جيلا جديدا، إسرائيل التي احتمت وراء العباءة الأمريكية مصدومة من التظاهرات في أوروبا ومن تغير الحال في العالم العربي، ويدركون تماما أنه الأيام التي مضت كانت أسهل مشاكل إسرائيل إعلاميا، ومع الأعمال القادمة خصوصا مع الصور السوشيال ميديا أسح الإعلام التقليدي الأمريكي انحصر وتحقق، وبالتالي نحن أمام شكل جديد من أشكال إسرائيل العنصرية، إسرائيل الأبارتهايد، إسرائيل الإبادة.
أمام خطاب عالمي إنساني يعود هو الجيل الجديد، لكن يعول على الوقت أن تكون الصدمة كبيرة في الانتخابات وخصوصا الأوروبية والأمريكية. ونلاحظ آخر نقطة بأنه كمالا هاريس وهي أيضا تدخل الخطاب الفلسطيني وتحاول أن تتحدث عن دولتين، لأنها تعرف بأنه الحسم في الانتخابات سيكون للصدمة أي شخص يتحدث عن الدفاع عن جرائم إسرائيل. إذن تبقى معنا ناصر لحام إلى فقرة قضية اليوم، لكن ما بعد فاصل قصير. إذن فاصل نحلل بعده قضية اليوم، ابقوا معنا. على مر العصور نشأت إمبراطوريات وقوى عظمى تسيطر وتفرض قوانينها ورؤاها اعتمادا على مقومات مادية بشرية اقتصادية وعسكرية، ولكن ما زالت محددات قوة وموارد وموقع الأمة هي نفسها. وهل تستمر الأمة الأمريكية كأحد أهم القوى المهيمنة والمسيطرة مع تطور الموارد الجديدة للقوة وأهمها التكنولوجيا والمعرفة الاصطناعية التي تتحكم بهما الشركات الخاصة والقطاع الخاص؟ مع تطور المعرفة ولا سيما في المجال التكنولوجي تنتقل قوة الأمم من الجيوش والخزائن الممتلئة ذهبا والموارد الطبيعية إلى الموارد غير الملموسة كالمعرفة والتكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والاكتشاف العلمي والإمكانات العسكرية. موارد جديدة يقدر الخبراء صعوبة السيطرة عليها أو الاحتفاظ بها بعيدا عن الخصم أو العدو بسبب طبيعتها غير المرئية وسهولة انتشارها عبر الحدود. حقيقة أن هذه الموارد تنشأ عادة في القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية تجعل مهمة الحكومة أكثر تحديا، ولا سيما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصبحت قرارات الشركات الخاصة تشكل النتائج الجيوسياسية ولا تتوافق مصالحها دائما مع الأهداف الوطنية. النموذج شركة وسائل التواصل العملاقة ميتا التي نسجت شبكة مصالح بعضها خارج المتطلبات الاقتصادية والأمنية لواشنطن. في هذا الوقت تقول فورين أفيرز إن العديد من قدرات الحكومة الأمريكية التقليدية ذبلت ولا سيما في السياسة الخارجية، فقد أصبح تأكيد التعيينات الرئاسية محفوفا بالمخاطر، ربع المناصب الرئيسية في السياسة الخارجية شاغر والديون متصاعدة وإقرار الميزانيات يتأخر دائما ما يمنع مبادرات البحث والتطوير الجديدة أو برامج الأسلحة من الانطلاق، فالبنتاغون يعتمد بشكل متزايد على تدابير ميزانية مؤقتة تمول البرامج القائمة فقط وليس البرامج الجديدة. برأي الخبراء إن الأمر الحاسم هنا أن صحة التعليم في الولايات المتحدة من المرحلة التمهيدية إلى الجامعية والبحثية تعيش حالة انحدار. إذن في قضية اليوم معنا محلل الميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية منذر سليمان، معنا أيضا من موسكو محلل الميادين للشؤون الأوراسية والدولية مسلم شعيتو، وكذلك محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام من بيت لحم. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك مباشرة منذر، لماذا يمكن اعتبار مقالة فورين أفيرز بمثابة ناقوس خطر أو جرس إنذار حول مخاطر تراجع المسيرة المعرفية أو المستوى المعرفي على القوة الأمريكية؟ بالتأكيد يمكن اعتباره جرس إنذار كبير، رغم أنه ليس مرتبط فقط بلحظة مرحلية، بمعنى أنه هو لا يقول بأن عناصر القوة المفتقدة أو التي تتراجع لأمريكا هي سيكون آثارها مباشرة الآن، ولكن هو يتحدث على أنه يراجع ويذكر
بأن الركائز الأساسية للتفوق الأمريكي كانت تستند إلى أسس معرفية وبحثية وإلى ابتكارات تقنية، وبالتالي هي التي ركزت هذه الأسس، ركزت لقوة أمريكا بالإضافة إلى عوامل أخرى، بمعنى موقعها الجغرافي، يمكن القول قدراتها على أن يكون لها ديون بهذا المستوى بسبب أنها تطبع الدولار في العالم وتتحكم في المراجعات المالية والتداول المالي التجاري، ولكن هو ينظر إلى المستقبل، أن هناك العلامات الفارقة التي ساهمت في قوة أمريكا والتي استندت إلى المعرفة العلمية والتقنية واستندت إلى النظام التعليمي واستندت إلى الإنفاق والاستثمار في البحوث، أن هذه الأمور تتراجع تراجعا كبيرا قياسا بمنافسيها على المستوى الدولي، وخاصة الصين. دائما الصين هي المشكلة والمنافس الاستراتيجي ودرجة القياس التي يقام عليها الوضع. إذن مظاهر التراجع في قوة أمريكا بادية الآن، ولكن هو المقال يركز على أنه إذا لم يتم تدارك هذه الفجوة المعرفية والبحثية والابتكارية، فأن هذا الانحدار في قوة أمريكا ونفوذ أمريكا سيكون قريبا وسيكون له مخاطر كبيرة جدا. طيب مسلم، المعرفة تتطور لا تفقد لكنها تستغل، كيف تتصدى روسيا لاستغلال المعرفة؟ مساء الخير إليك ولمتابعين الميادين وللزميلين منذر وناصر. نعم، المعرفة تتطور بالاحتكاك والتعامل الإيجابي أو السلبي. بالتعامل الإيجابي إن كان عبر العلاقات الاقتصادية والثقافية ما بين الشعوب وعبر المؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث، وأيضا بالناحية السلبية تتطور في الحروب وفي الصدامات وحتى في المقاطعة، حيث تدفع الأطراف المتصارعة إلى محاولة الارتقاء بمستواها إلى أن تستطيع التصدي وبالتالي أن تصل إلى المستوى العلمي لتصنيع ما يمكن تصنيعه. نعم، تستغل من أجل تغيير الحقائق وقلبها كما فعلت. يعني الحروب دائما تنتهي مع الجيل الثاني بعد الحرب إذا لم تكتمل في معرفة موضوعية ذاتية تنطلق من القيم والتقاليد. هذا ما حصل في الحرب العالمية الثانية، حيث أن ألمانيا عادت حاليا لتطرح المشروع النازي، اليابان لا تعتقد أن الولايات المتحدة هي من رمت القنبلة. الصراع الذي يدور حاليا في أوكرانيا وروسيا هو أيضا صراع معرفي استغلته الولايات المتحدة. تغيير التاريخ كما يحاول في أرمينيا القيادة الحالية واتهام روسيا وكأنها هي سبب أزماتهم، كل ذلك تتصدى له روسيا بطريقة مختلفة ومتناقضة مع ما تقوم به الغرب، أي أنها تسعى جاهدة للاعتماد على معرفة تنطلق من القيم والتقاليد والعادات القديمة إن كانت دينية منها أو إن كانت اجتماعية. فمثلا روسيا حاليا تسعى جاهدة لأن تستقبل كل الذين يهربون من بلادهم هروبا من القوانين الشذوذ والمثلية، وأيضا ستسعى روسيا كما أصدر الرئيس بوتين مرسوما بأن يلعب الجيش الذي يدافع عن روسيا في تنشئة الأجيال في المدارس وفي المؤسسات التعليمية والثقافية. طيب ناصر، النظام التعليمي الإسرائيلي مثل الأمريكي لا يمكن يعني إلا أن يحتاج إلى عوامل خارجية كي ينمو ويتطور، هل يدرك الإسرائيليون ذلك؟ تحياتي. أعتقد بأن هناك مشكلة كبيرة على صعيد العالم. مثلا بريطانيا الآن تدعو جميع الممرضين في العالم أن يذهبوا إليها مع عائلاتهم مع إقامة، حتى تحتج الدول الإفريقية على ذلك. في أمريكا الطلبة الأمريكيين لا يدرسون الرياضيات والفيزياء والكيمياء بل يدرسوا بزنس. في إسرائيل كذلك، أول مرة في التاريخ شعب أكثر ثقافة يحتله شعب أقل ثقافة، وكان ياسر عرفات دائما يقولها، تجد العمال الذين يعملون في الورشات الإسرائيلية مع ماجستير ودكتوراه ورب العمل اليهودي هارب من التعليم، تجدون بأنه جاهل على الحاجز العسكري يضرب بروفيسور في الرياضيات فلسطيني وهو ذاهب إلى الجامعة. وبالتالي مشكلة حقيقية، حتى وصلت تلفت انتباه علماء الاجتماع أنه حملت الشهادات العليا والجامعة
من الشعب الفلسطيني أكثر بكثير من الإسرائيليين. المستقبل سوف يؤكد أنه التراكم المعرفي عند الفلسطينيين في النهاية سوف يصطدم مع جهالة الأبارتهايد والعنصرية الإسرائيلية، وتؤدي إلى أن ينظر الإسرائيليون في المرآة ويجد. وبالأمس تحدثنا عن وجود الأطباء والممرضين الفلسطينيين يملؤون المستشفيات الإسرائيلية. إذا نحن أمام حقيقة أنه لا أحد يمتلك المعرفة، والمعرفة من يستثمر فيها بشكل أفضل هو الذي ينتصر. نقطة أخيرة فتون، إسرائيل مصنفة كدولة تسرق الأبحاث العلمية، تسرق العلوم، وتسرق الأسرار من الكمبيوترات. لذلك معظم الشركات الكبرى في العالم تمنع على موظفيها أخذ اللابتوب أو كمبيوتراتهم إلى إسرائيل، لأنهم يعرفون أن هناك عصابات ومصنفة إسرائيل بأنها تسرق العلوم. طيب أعود إليك من جديد منذر، والسؤال هنا أنه كيف يعني يؤثر أو يساهم الانقسام السياسي الداخلي في أمريكا في تراجع النفوذ والقوة الأمريكية بشكل عام في العالم؟ يعني منذ بروز ظاهرة ترامب الذي استحضر عبارة لتعود أمريكا عظيمة مرة أخرى، يعني هو تحدث عن انحدار أمريكا، فشل أمريكا. هو بالنسبة له خصم السياسي الحزب الديمقراطي يجعل يدفع إلى الحديث، ولكن في العمق هناك مأزق سياسي حقيقي تعيشه أمريكا بسبب هذا الانقسام، يؤدي إلى شلل العديد من المؤسسات الحكومية، ونشهد ذلك في العديد من تجميد المشاريع القرارات في الكونغرس بسبب هذا التوازن الذي يحصل، وعمليات التعطيل بسبب الخصومة السياسية. أدى ذلك يعني هذا الانقسام الداخلي يهدد أحيانا بإمكانية نشوب عنف داخلي يعني وظواهر عنف يعني، وهذا ليس بعيدا حتى في موضوع الانتخابات الرئاسية وكيفية التعاطي مع نتائجها، يمكن يؤدي هذا الأمر إلى ذلك. ولكن الأمر الآخر أنه بدأنا نشهد في الفترات الأخيرة بسبب هذا الانقسام السياسي حتى أكثر من ربع السلك الدبلوماسي، وهذا تشير إليه المقالة، يعني ربع المناصب أو المواقع في السلك الخارجي يفترض أن تكون يعني مملوءة، ولكن الكونغرس بسبب المشاحنات والمناكفات الداخلية يقف عثرة دون المصادقة على بسبب أن لا تنسجم. يعني الآن مثلا الحزب الجمهوري لديه شبه توازن مع مجلس الشيوخ وله غلبة في مجلس النواب، هذا يعطل العديد من السفراء الذين يفترض أن يرسلوا إلى الخارج، وهذا أيضا يعني القوة الناعمة للولايات المتحدة تتراجع بسبب هذا الانطباع الذي يؤخذ في الخارج عن الداخل بأنه هي يفترض أن تحمي ديمقراطيتها، وفي نفس الوقت هناك هذا الشلل السياسي. يمكن عامل آخر أيضا يجب وضعه، أنه النظام الرأسمالي عادة أحد جوانبه أنه في منافسة شريفة يفترض أن تتم بين الشركات، ولكن نلاحظ أنه الشركات بسبب جشعها هي قد لا تخدم المصالح الوطنية. دعني ألتقط منك هذه النقطة وأنتقل بها الأمريكي إلى هذا إلى مسلم. هل الشركات الخاصة تكمل الدولة أم تتناقض معها؟ حكما في نظام الرأسمالي الشركات الخاصة تكمل الدولة وتتكامل في العمل من أجل الوصول إلى نفس الأهداف. يعني إذا كانت سابقا تسمى دولة ضمن دولة، حاليا نسميها في التعبير الحديثة الدولة العميقة، وتتبادل الخدمات فيما بينها، حيث أن تقوم الدولة بتغطية الكثير من نشاطات ومن أعمال وحفاظ على أمن ومصالح هذه الشركات في الدول الخارجية، حتى بإدخالها القوات المسلحة لحماية المصالح لبعض هذه الشركات. وتقوم الشركات أيضا بالدفاع عن مصالح الدولة أو تبني سياستها كما تفعل في الولايات المتحدة. يعني شركة جوجل طردت العديد من الموظفين عندما كانوا يتحدثون عن وقف الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، ونيويورك تايمز أيضا طردت جزء من موظفيها عندما كانوا يتحدثون أو يغطون أحداث غزة.
ونحن نلاحظ أن أغلب الشركات في النظام الرأسمالي هي التي تملي على السياسة الخارجية لأي دولة معينة سلوكها، وهذا ما نلاحظه أيضا في أوروبا، ونلاحظه إن كان في الشرق وحتى في الصين التي تترافق شركاتها مع التغطية السياسية في علاقاتها مع الدول الأخرى، وهذا سبقتها عليها الولايات المتحدة بوجود 800 قاعدة ليس فقط للسيطرة على تلك الدول، إنما أيضا لحماية الشركات التي تقوم بالنهب والسرقة والعودة بالخيرات لصالح الدولة وللشركات، وبالتالي يكون هذا العمل أو التبادل في المصلحة. وبطبيعة الحال الصين وروسيا هما منافستان بالنسبة للغرب وتشكلان خطر عليها، كما دائما يردد الأمريكي وحتى الأوروبي في كثير من الدول. لكن ماذا عن إيران، تركيا، ماليزيا، الحضارات التي أيضا تنهض من جديد ناصر؟ أولا أعتقد بأن هذا عالم فاسد وفيه المؤامرة تغلب. الرواية أن الصراع بين روسيا والصين من جهة وبين أمريكا من جهة، لكن أمريكا تقوم بإفساد الدول النامية ومنعها من التطور الطبيعي. اغتيال العلماء في سوريا والعراق وإيران جزء بسيط من ذلك. اغتيال العلماء. 2 إفقار أفريقيا. 3 تزويد إسرائيل بأسرار لا يجب أن تحفظها، وحتى إشكالية مع الدول الأخرى، ثم تسويقها على أنها تبيع التكنولوجيا والتفوق لدول الخليج العربي مقابل نهب الأموال. معظم الشركات الإسرائيلية لها أسماء أمريكية وتدخل لتعمل في الخليج العربي بأسماء أمريكية وهي إسرائيلية، في الطاقة الشمسية، في الطاقة الضوئية، ولدينا الأدلة على ذلك. وصولا إلى أن التطور الطبيعي كان سيقود إلى أن إيران، ماليزيا، تركيا وكثير من الدول الأخرى القومية في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل قادرة على أن تنمو وتنهض بشكل طبيعي جدا. لكن المؤامرة كما تحدث عسكريا وأمنيا تحدث اقتصاديا. هناك مؤامرة لمنع التطور الطبيعي لهذه الدول أن تنشأ وأن تنافس في الأسواق. ويقول على الأمريكي أن يقول بأن عدونا روسيا وعدونا الصين، ركز على ذلك. لكن في وسط هذه المعركة يتم تحطيم أمم أخرى ومنع دول الارتقاء الطبيعي. من المعروف منذر أنه من أساس من ارتقاء الأمم هو العمل دائما على الإنفاق البحثي للتطوير. هل يمكن أن يكمن الحل في إصلاح النظام التعليمي لا سيما التأسيسي والأساسي منه بهذه الطريقة؟ بالفعل المقالة تشير إلى هذا الأمر، بأنه قد يكون أحد وسائل عدم حدوث هذا الانهيار والتراجع واستعادة الدور هو أن يكون هناك استثمار في بنية التعليم الأساسي، وأيضا في الإنفاق والاستثمار في الأمور البحثية. معظم التقنيات الحديثة التي تستخدم، والآن حتى موضوع الذكاء الصناعي الذي يشكل أحد وأبرز مظاهر تملك المعرفة والتطبيقات له على المستويات الحياتية وعلى المستويات العسكرية والأمنية وغيرها والاجتماعية، سيكون له دور أساسي. الاستثمار في هذا الأمر قائم. مشكلة أمريكا أنها وصلت إلى مرحلة أن حتى نظام الهجرة لديها الذي كان جاذبا للعقول المبتكرة وللطلبة من أنحاء العالم، يعني حتى الصين كان لديها يعني الأرقام 27 ألف طالب صيني يأتوا إلى الجامعات الأمريكية. طبعا لا تزال الجامعات الأمريكية مرموقة وأساسية، ولكنها فقدت الكثير من بريقها بسبب منافسة الجامعات الأخرى واكتساب المعرفة منها. لذلك سيكون مهم جدا الاستثمار في الجامعات أو الاستثمار في المراكز البحثية، لأنه هي التي كانت مصدر التقنيات الأساسية. يعني الأنترنت صحيح صدرت عن استثمارات في الجامعات بالتعاون مع البنتاغون. إذن هذا يشكل بالتأكيد أنه قاعدة أساسية، ولكن الولايات المتحدة يبدو أنه
فاتها الزمن والقدرة بسبب أن العالم كله يتحرك ويتحول وينمو تقنيا، ولم تعد هي التي تختصر هذا التفوق أو تحتكره. وهنا المشكلة التي تشير إليها المقالة بأن أمريكا هذا أمر يجب أن تعالجه. طيب مسلم، كيف للمعرفة أن تساعد بالوصول إلى عالم متعدد الأقطاب، خصوصا بأنه هذا الموضوع فعلا يشغل قوى كروسيا والصين وإيران وكثير من القوى أيضا الأقليمية؟ نعم، إذا كانت الولايات المتحدة والغرب يستعمل الثقافة والمعرفة كأداة لإعادة هيمنته على العالم ومن خلال نظرياته الجديدة هي المثلية وتعميم قيم مختلفة تماما والتقاليد والعادات القديمة، بالإضافة إلى استعماله أو بالأحرى تبنيه لفكرة صراع الحضارات، وبالتالي تأجيج كل هذه الحروب في العالم إن كانت إقليمية أو دولية، تستطيع الدول الأخرى، وهنا مثل البريكس تجمع تناقضات دينية وإثنية وفكرية واقتصادية حتى، لكن يجمعها هاجس واحد هو التخلص من الهيمنة بنسب مختلفة بين دولها. إذا يمكن أن تلعب دورا الثقافة الروسية الأمريكية كما قلت أصلا بالتعايش فيما بينها من أجل إظهار إمكانية الاستمرار في تطوير هذه المجتمعات خارج ما تطرحه الولايات المتحدة من فكر واحد تعميمي وتسطيحي لكل القيم والتفكير في العالم ومن ثم السيطرة عليه. وكيف يستفيد الفلسطينيون من ذلك ناصر اللحم؟ أعتقد بأن الفضاء أصبح مختلف تماما اليوم. الأبليكيشن أهم من بير بترول، فيسبوك قارة، اليوم التطبيقات هي علوم مفتوح، الفلسطينيون ماهرون في ذلك على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي. أعرف كرة كاملة لا هم لها في الحياة سوى تعليم أولادها، وبالعلم وبالتطور العلمي وبالشهادات استطاعوا أن يصمدوا كل هذا الوقت. سياسة التجهيل فشلت وسياسة التهويد فشلت. ستجد بأنه في الأرض المحتلة يتحدثون اللهجة الفلسطينية الأقرب إلى الفصحى على الإطلاق من بين العالم العربي، يضاف إلى ذلك العروبة بشكل كامل مع الدين إسلامي ومسيحي. هذا كله كان عقبات في وجه الحركة الصهيونية. في صفقة القرن ورد أشياء خبيثة جدا، مثلا من ضمن المهمات التي ترامب أن يعمل بها الفلسطينيون صناعة الحلوى وترويج عبر التيك توك، عبر السوشيال ميديا، وتسجيل الأراضي بأسمائهم لتعزيز الملكية الفردية. الفلسطينيون لا يتأثرون بذلك، العائلة متماسكة، النسق الاجتماعي متماسك. قل له ونقول مرة أخرى، السلطة الفلسطينية ضعيفة، المجتمع الفلسطيني قوي، الدولة الصهيونية قوية، المجتمع العبري ضعيف، وبالتالي الذي يبقى هو المجتمع. بعد لأكمل الفكرة فتون، الوطن أهم من الدولة. الفلسطيني الذي تتحدثي معه في الأرض المحتلة أو في كل مكان في العالم يتحدث عن وطنه ولا يتحدث عن دولته، لأنه الوطن أهم من الدولة، وهذا مهم جدا جدا في تعزيز البقاء والصيرورة باتجاه التقدم العلمي، وهم جزء أساسي من التقدم العلمي سواء عربيا أو إقليميا أو دوليا. شكرا لكم جميعا، نصر اللحام، مسلم شعيتو، ومنذر سليمان. التحليلية انتهت، دمتم سالمين.